مشاهدينا، وللحديث عن الخلافات بين بغداد وأربيل والتوقعات من زيارة الوفد الكردي إلى بغداد وسط المخاوف من تراجع الإطار التنسيقي عن تعهداته، معنا من أربيل الباحث والمحلل السياسي الأستاذ كاظم ياور. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، حياكم الله. حياكم الله وأهلا بكم. هل تبني الأحزاب الكردية آمالا كبيرة على زيارتها إلى بغداد ولقائها برئيس الحكومة محمد السوداني لحل الخلاف القائم بين الطرفين؟ شكرا جزيلا على هذه الاستضافة الطيبة، وأحييكم وأحيي سادة مشاهديكم الكرام. بالنسبة لوفد الكردي والتي سوف إن شاء الله يزور بغداد، تأتي ضمن يعني تطبيقا لمنهاج الوزاري الذي صوت عليه في البرلمان العراقي، فالبنود المتعلقة بإقليم كردستان العراق خاصة الموازنة العامة للبلاد وكذلك قضايا مالية أخرى وقوانين متعلقة بالنفط والغاز، كل ذلك تم التصويت عليها واتفاقيات مبرمة ما بين الكتل السياسية الكردية وإطار التنسيقي وكذلك السنية السيادة بوجه التحديد. فهذه اتفاقيات مبرمة قبيل تشكيل الحكومة العراقية، بل ربما في بعض الأحيان هي عربون لتشكيل الحكومة العراقية. فإذا هذه التزامات لابد من تطبيقها وتنفيذها على أرض الواقع من قبل الحكومة العراقية الحالية وبمساندة الكتل البرلمانية التي وقعت على هذه البنود في منهاج الوزاري. طيب، السؤال الذي يتردد باستمرار: لماذا لا يتم حسم الخلافات بين أربيل وبغداد من حكومة إلى أخرى ويتم تأجيل الخلافات وحل الأزمة بشكل قطعي بما ينعكس بشكل إيجابي بالعلاقات بين جميع الأطراف؟ طبعا يعني إذا عدنا سريعا إلى 2004 أو قبلها ثم صعودا إلى ما وصلنا إليه الحال في 2021 واستمر إلى 2022، أن الحكومات العراقية السابقة كانت بينها وبين حكومة إقليم كردستان العراق يعني اختلافات جوهرية في تنفيذ ما جاء في الدستور العراقي من حيث البنود متعلقة بكيفية تصدير الثروة أو الطاقة النفط والغاز إلى خارج البلاد وكذلك في كيفية توزيع الثروات البلاد بشكل عادل على المحافظات والأقاليم العراقية. فهذه الأمور كانت جوهرية، خلافات جوهرية، وهي باقية إلى اليوم لم تحل. تحسم. نعم، لم تحسم لغاية اليوم. نعم، تجري بين حين وفترة وأخرى. نعم، اتفاقيات ربما هي مسكنات للوضع المتأزم الحالي القائم بين الحكومتين. فأنا برأيي الشخصي سوف تكون هذه المرة كذلك، سوف تكون هناك اتفاقيات، ربما يعني اتفاقيات مسكنات ترضية وقتية ثم لا يحسم الخلاف. نعم. طيب، هنا هل يمكن القول أن الصراع الدائر بين الأحزاب السياسية في العراق هو على السلطة وصراع على مصلحة البلد أو على خزينة البلد ونفط البلد؟ ولماذا تشهد اليوم محافظات العراق أزمات كثيرة رغم تخصيص مليارات الدولارات لكل محافظة؟ طبعا السبب الرئيسي في كل البلاد أن الفساد وسوء استخدام السلطة والثروة في حكومات العراقية المتعاقبة وبشهادة يعني مؤسسات الدولة هم جميعهم سواء كانت قضائية أو حتى الحكومة وإجراءات، يعني رأينا في سرقة القرن وما شابه ذلك. نعم. كل هذه الأمور دعا أن يكون الفساد هو المصدر الأساسي في يعني في يعني نهب البلاد والثروات وإخراج كل الأموال إلى الخارج البلاد. فهذه الجزئية الخطيرة في البلاد، الفساد
هو الذي قضى على كل شيء، وهذا الشيء غير يعني موجود في كل المحافظات نعم وفي كل المؤسسات الوزارية وغير الوزارية، قضية الفساد. طيب هنا هل يعول على رئيس الحكومة الحالي محمد السوداني بإيجاد نقاط التقاء لحل الأزمة بين بغداد وأربيل؟ وهل هناك مبرر حقيقي لمخاوف السلطات في أربيل من الإطار التنسيقي بهذا الشكل؟ طبعا بالنسبة لممارسات السابقة الحكومات العراقية، في نعم. بداية كل تشكيل الحكومة العراقية تجري حديث يكون بمعسول، حديث معسول ما بين الأطراف المتنافسة على السلطة، سواء كانت إطار التنسيقي أو غيرهم. ففي البداية هكذا سوف يكون الأمر، ولكن عندما يأتي الأمور إلى التنفيذ سوف حينها يظهر الاختلافات. ولكن برأيي الشخصي في هذه المرة، بما أن الحكومة العراقية الحالية قد تشكلت بحماية دولية خاصة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، فمسألة الطاقة النفط والغاز اليوم يعني الأسواق العالمية، خاصة ما جرى في الحرب الروسية الأوكرانية، تلقي بظلالها على أن تكون المشهد السياسي والاقتصادي في العراق تجري بشكل هادئ، وأن لا يثير الحكومة العراقية مع الإقليم مشاكل جانبية هنا وهناك. إذن تجري اتفاقيات تهدئ الساحة الاقتصادية والسياسية وترضى الطرفين بما يجري على يعني على طاولة المفاوضات كلا الطرفين، سوف تبقى الأمور كما كانت عليه اتفاق، نعم. أنه الحكومة المركزية ترسل 200 مليار كل شهر كرواتب لي أو دعم لرواتب نعم. الموظفين، وحكومة إقليم سوف تبقى هي تصدر النفط إلى الخارج. طيب، المساومة التي وصل بها عبد اللطيف رشيد إلى رئاسة الجمهورية، هل تعتقد أنه بهذه المساومة قادر على حل الأزمة مع الإطار التنسيقي والتأثير عليه، أم ربما الأمور متجهة نحو التأزم أكثر بين بغداد وأربيل؟ طبعا يعني بالنسبة لصلاحيات رئيس الجمهورية، هي صلاحيات بهذا المجال هي محدودة، لا يمكن لرئيس الجمهورية بفرض إيرادات أو يعني بتسيير الأمور إلى نحو حلحلة الأمور، خاصة في ملف الطاقة. كما ذكرت، الطاقة اليوم يعني إذا قلنا أنها تدار من قبل شركات نفطية أو دول كبرى كولايات المتحدة الأمريكية، عندما يعني قبلت بتشكيل حكومة عراقية الحالية بقيادة إطار التنسيقي، أكيد أخذت ضمانات بأن لا تجري هناك مساس بالأمن الاقتصادي، خاصة من حيث التصدير الطاقة إلى الخارج. أما ما يجري داخل العراق فهذا شأن العراقيين، لابد أن يتفاهموا فيما بينهم وأن لا يؤثر تفاهماتهم على تصدير النفط إلى الخارج. ثم يبقى الأمور من بيده أن يجري الاتفاقيات أو يقر القوانين. أكيد الكتلة الكبيرة إطار التنسيقي في البرلمان العراقي سوف يكون لهم يعني الكلمة الفصل من حيث إقرار قانون النفط والغاز المرتقب أم من عدمه. من أربيل الباحث والمحلل السياسي الأستاذ كاظم ياور، شكرا جزيلا لك.